نجمنا النهارده كان صخره في الدفاع، انضم للنادي الاهلي وهو ناشئ سنه 71 وهو عنده 13 سنه. اول مباراه ليه كانت في الفريق الاول سنه 75 مع مستر هيدوكوتي والجيل الذهبي للنادي الاهلي. حقق بطولات كتيره مع النادي الاهلي، 11 بطوله دوري عام، 4 بطوله كاس مصر، واول بطوله افريقيه سنه 82 كان موجود فيها. بعد ما اعتزل انضم لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، اشتغل في مجال التدريب، ابتدى من مدرسه الكوره وصولا الى فريق الشباب بالنادي الاهلي. قدم للنادي الاهلي لعيبه مميزه زي عماد متعب، زي شريف اكرامي، زي هشام محمد. بعدها انضم للفريق الاول سنه 95 ورحله نجاح ثانيه مع الفريق الاول سنه 95 مع مستر هولمان 3 سنين، بعدها مع سوبل و7 بطولات دوري النادي الاهلي. اكيد نجمنا النهارده كابتن ماهر همام. نشوف تقرير عن كابتن ماهر همام ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ماهر همام صخرة دفاع الأهلي. بدأ مشواره الحافل في شوارع العباسية، لكنه كان يعشق الأهلي فتقدم لمعقل الأبطال بالجزيرة. اجتاز اختبارات الناشئين عام 71 حيث لعب في صفوف ناشئ الأهلي بدءا من 13 سنة، حتى لفت أنظار مستر هيدوكوتي والكابتن فؤاد شعبان المدرب العام. تم ضمه إلى صفوف الفريق الأول حيث أصبح بعد فترة وجيزة مع الفريق الأول الأهلي الراسخة إلى جانب العملاق حسن حمدي ومصطفى يونس. خاض أول مباراة رسمية في الدوري المصري في الأسبوع 18 موسم 75-76 أمام نادي الطيران. فاز الأهلي حينها بهدف من دون رد سجله محمود الخطيب. لكن مباراة الأهلي مع بطل ألمانيا بروسيا مونشنغلادباخ يوم الأحد 4 أبريل عام 76 أمام 100,000 متفرج باستاد القاهرة، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، كان بمثابة اختبار حقيقي له وبطاقة التعارف له مع جمهور الأهلي. استطاع أن يتفوق ويحد من خطورة مهاجمي ألمانيا يانسن وسيمونز، وكان في مقدمة نجوم المباراة. أحرز بطولات عدة خلال لعبه مع النادي الأهلي، منها 11 بطولة للدوري العام وأربع بطولات لكأس مصر، بالإضافة إلى فوزه بالبطولة الأولى للنادي الأهلي إفريقيا عام 82. طبعا الماتش سريع ما بيضيعش وقت، ينط ماهر همام لربيع ياسين لطاهر ابو زيد لمختار براس مختار وماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب يرقص وراس وقفتين وهيجي الجول يا جول كوس افريقيا مع ابطال مصر وابطال النادي الاهلي. بدأ مشواره التدريبي عقب الاعتزال مباشرة في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. تولى تدريب كل فرق الناشئين بدءا من مدرسة الكرة عقب الاعتزال وصولا إلى فريق الشباب وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. اكتشف العديد من المواهب الكروية أثناء عمله في القطاع مثل ريف إكرامي، معاذ الحناوي. تولى تدريب الفريق الأول للنادي الأهلي كمساعد للألماني هولمان عام 1995 لمدة 3 سنوات، وبعد النجاح الكبير استمر بعدها مع الألماني الآخر تسوبل، محققا 7 بطولات للدوري خلال توليه المسؤولية الفنية للفريق الأول خلال تلك الفترة. تولى تدريب المنتخب المصري مع الكابتن محسن صالح في عام 2002 وحتى 2004. له محطات تدريبية خارجية مع الاتفاق السعودي، بني ياس الإماراتي، اتحاد مدني السوداني. الكابتن ماهر همام تولى تدريب 13 قطاعا للناشئين داخل وخارج مصر في السعودية والإمارات وداخليا لأندية كثيرة، منها تليفونات بني سويف، الشرقية للدخان، دمياط، الصيد، وأخيرا يتولى الآن رئاسة قطاع الناشئين في نادي الإنتاج الحربي.
اكيد اسم كبير داخل النادي الاهلي كابتن ماهر همام عطاء، وهو لاعب وهو مدرب، نتمنى له ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه في مهمته مع الانتاج الحربي في قطاع الناشئين. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.